ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا دكتور؟ زي ما بقولك كده يا انسه كوكي، انا خلاص مش هقدر ادي دروس خصوصيه تاني من النهارده. ليه يا دكتور؟ هو انا زعلت حضرتك في حاجه؟ لا خالص ابدا، بس بصراحه موضوع الدروس الخصوصيه ده كان ضد مبادئي. تعرف على قد ما انا زعلانه ان حضرتك مش تديني دروس تاني، على قد ما انت كبرت في نظري قوي واحترمتك. ميرسي يا انسه كوكي، دي شهاده انا اعتز بيها. على فكره انا سمعت بالمشروع بتاعك وعندي اللي يموله وينفذه كمان. وده مين بقى؟ بوبي فاروق بي ابو الدهب، رجل الاعمال المشهور. هو انت ما سمعتش عنه قبل كده ولا ايه؟ سمعت عنه طبعا، فاروق بي غني عن التعريف. خلاص سيب لي انا الموضوع ده، انا هحدد لك معاه ميعاد تقعد معاه وتتعرف عليه وتقدم له مشروعك. ده يكون شرف ليا ان انا اقابله. انا مش عارف اشكرك ازاي يا كوكي. ما تقولش كده، انت مش عارف انت بالنسبه لي ايه يا احمد، قصدي يا دكتور احمد.